سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. القراءة بالنسبة للبعض هي واحدة من أساسيات الحياة، ومع سوء الوضع الاقتصادي بسوريا صار من الصعب على السوري يشتري كتاب أو يقتنيه. من هون اجت فكرة مشروع أعرني كتاباً لمجموعة شباب قرروا أنهم يكونوا سوريين لبعض. فكرة المشروع بلشت سنة 2013 وقت اجتمعوا مجموعة طلاب من كلية الاقتصاد بحلب وتبادلوا الكتب بين بعض. هون فكروا أنه ليش ما يخلوا إعارة الكتب على نطاق أوسع من مجموعتهم الضيقة، يعني ليش ما يعملوا مشروع لإعارة الكتب للي بيحتاجها. وفعلا هذا اللي صار، وبلش المشروع من موقع التواصل الاجتماعي، وقت أعلنوا مؤسسين المشروع عن فكرتهم وقرروا يكونوا الجامعين لهالكتب، يعني اللي عنده كتاب بده يعيره بيجيب لهم إياه، واللي بده يستعير كتاب بيجي لعندهم. ملكية الكتاب بتضل لصاحبها الأصلي، وهي الخدمة مجانية تماما، يعني اللي بده يستعير مو مطلوب منه أي مبلغ مادي، إلا إذا خرب الكتاب بيكون مضطر يدفع حقه لصاحبه الأصلي. أما الأهداف الأساسية من المشروع فهي تنمية حب المطالعة وزيادة عدد القراء، باعتبار الكتاب واحد من الموارد الأساسية باكتساب المعرفة وتبادل المعارف والخبرات من خلال النقاشات الدورية عن الكتب المتبادلة، والمساهمة برفع المستوى الثقافي عند مجتمع الطلبة والشباب، وتنمية روح المشاركة والتعاون من خلال تبادل الكتب بين المشتركين. طبعا أي حدا بمدينة حلب بيقدر يكون مشترك بالاستعارة أو الإعارة ضمن مشروع عارني كتابا من خلال تعباية نموذج موجود على صفحتهم على الفيسبوك، بتلاقوا رابطها طبعا بوصف الحلقة. آخر شي بدي أقولكم يا إنه مشروع عارني كتابا بلش بخمسين كتاب بس، اليوم المكتبة صار فيها مئات الكتب. هالشي صار بهمة السوريين يلي بيفكروا بإخواتهم السوريين حتى وهنن عم يقروا كتاب. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.